جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين مع يومية بيرفيل التي توقفت عند تنديد زعيمة التحالف المدني المعارض إليسا كاريو بإدراج الحكومة لنقابة سائق الشاحنات في مراقبة الأسعار بالمحلات التجارية الكبرى، مشيرة إلى أنها تعتزم التقدم بشكوى جنائية ضد الرئيس ألبرتو فرنانديز ووزير الاقتصاد ووزير التجارة. أما في البيرو فقد توقفت يومية إكسبريسو عند دعوة المتحدث باسم حزب التجديد الحكومة إلى عسكرة المطارات والمرافق الاستراتيجية، موضحة أن الهدف من ذلك يتمثل في معالجة الأزمة الناتجة عن الاضطرابات الاجتماعية التي تؤثر على البلاد. وبالبرازيل ذكرت غلوبو أن الرئيس السابق جاير بولسونارو قال إن أعمال الانقلاب التي وقعت في برازيليا يوم 8 يناير أمر لا يصدق، معربا عن أسفه لعمل التخريب والاقتحام لمقرات الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا. وفي كولومبيا ومنها نختم جولتنا، ذكرت صحيفة الكولومبيانو أن 3 جنود قد اختطفوا في مقاطعة كوكا جنوب غرب البلاد من قبل مجموعة من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية نقلا عن القيادة العامة للقوات العسكرية.